وأسعار العقود الآجلة برنت فيه بعض الارتفاع، خام تكساس كذلك فيه بعض الارتفاع، ربما موضوع تفجير الأنابيب في مصر وموضوع التوترات السياسية وخاصة ملف إيران النووي يلعب دوره في دعم هذه الأسعار بالرغم من الأزمة الأوروبية. على كل، للتعليق على أزمة الديون السيادية الأوروبية وتحديدا الإيطالية وتداعياتها، تنضم إلينا مباشرة من لندن علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين لدى باركليز كابيتال. أيضا تنضم إلينا من لندن مراسلة العربية كارينا كامل. أهلا وسهلا بكما كارينا. إذا يبدو بأن عليا سوف تنضم إلينا بعد قليل. كارينا، بالتالي أبدأ معك، أعطينا لو سمحت تفاصيل أكثر حول ديون إيطاليا التي تتخطى 2 تريليون يورو بتواريخ استحقاقاتها. شكرا لارا. بالفعل نذكر المشاهدين بأن سوق سندات إيطاليا هو ثالث أكبر سوق سندات في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان، وفعلا السندات المستحقة الإجمالية القيمة الإجمالية تتجاوز 2 تريليون يورو، وهذا طبعا باحتساب الفائدة. لبقية هذا العام الجاري هناك سندات مستحقة بقيمة 40 مليار يورو، هذا الشهر نتحدث عن 15 مليار تقريبا، والشهر المقبل ديسمبر نحو 25 مليار. الربع الأول من عام 2012، إذن العام المقبل سوف يكون ربما أخطر وأهم فترة بالنسبة للحكومة الإيطالية، لأن هناك سندات مستحقة تتجاوز قيمتها 112 مليار يورو، وإذا قمنا بإضافة الفائدة على هذا الرقم تكون الفائدة فقط للربع الأول من العام المقبل 18 مليار يورو خلال الربع الأول من عام 2012. إذن نتحدث عن قيمة إجمالية تتجاوز 130 مليار يورو قيمة السندات المستحقة باحتساب الفائدة للحكومة الإيطالية خلال الربع الأول من عام 2012. في الربع الثاني هناك تحسن طفيف في هذه المستويات وتراجع إلى حد ما، نتحدث عن تقريبا 63 مليار. بالنسبة لشهر فبراير، أذكر أيضا شهر فبراير في الربع الأول من العام، لعل هذا هو الشهر كشهر واحد يعني فيه عدد أو فيه كمية مدفوعات أو دفعات أكبر تتجاوز 60 مليار يورو، ونتحدث أيضا عن هذا الشهر لأنه قد يكون أيضا موعد انعقاد الانتخابات في حال فعلا تم عقد انتخابات في إيطاليا. الربع الثالث من العام أيضا نتحدث عن ارتفاع كبير في قيمة المدفوعات، نتحدث عن 80 مليار يورو للربع الرابع وللربع الثالث من العام لارا، لتصل القيمة الإجمالية المستحقة على الحكومة الإيطالية خلال عام 2012 إلى أكثر من 300 مليار يورو، كمية كبيرة جدا، ولذلك هذا يشرح بشكل واضح الارتفاعات التي شاهدناها بشكل حاد على نسبة الفائدة وأيضا على العوائد على سندات الخزانة الإيطالية، علما بأن السوق لا يعتقد أن الحكومة الإيطالية الحالية قادرة على تسديد كل هذه الدفعات. إذن عليا أنتقل إليك، رأينا مع كارينا الاستحقاقات الكبيرة على المدى القصير. لو أرادت الحكومة الإيطالية، يبدو بأنه عليا غير جاهزة معنا، هل هي إذن ها هي عليا، أهلا بك عليا. لا معك ألو عليا، كنت تسمعينني أنا وكارينا؟ نعم. عليا، كارينا فصلت معنا تواريخ استحقاق هذه الديون الإيطالية، ونعرف بأنه حجم كبير من هذه الديون يستحق على المدى القصير. الآن العوائد على هذه السندات عند مستويات قياسية ومستويات فوق 7%، تعتبر غير ممكن البقاء عندها أو unsustainable. بالتالي أود منك أن تفسري لنا عليا من الناحية الحسابية، لماذا نسبة 7% أو حتى أعلى 7.3% هي نسبة غير ممكن البقاء عنده بالنسبة للحكومة الإيطالية؟ أكيد لارا، يعني نحن عادة كاقتصاديين وقتها من بنعمل تقدير لقدر لاستدامة الدين السستينابيلتي اوف ديت اللي بنسميها، ننظر إلى عدة عوامل، أهمها هي كلفة الاقتراض والتي تتمثل بالعائد الذي نتكلم عنه، ونسب النمو التي يعني يشهدها الاقتصاد، لأن النمو أساسي
للعائدات والموارد للدولة وإلى نسب التضخم. وحسابيا يعني أكثر الاقتصاديين الذين يطلعون إلى إيطاليا يرون أن ما بين 5 إلى 6% عوائد هي أكثر شيء ممكن أن تتحمله إيطاليا لكي تبقي على مستويات الدين العام يساوي 120 إلى 125% من الناتج المحلي على يعني في الخمس أو العشر سنوات المقبلة. وأي ارتفاع لهذه العوائد يعني سيكون خطير بقلب المعادلة أو بالدينامية الدين التي نتكلم عنها. فهذا أول إذا بدي أقول concern أو يعني خطر تتطلع إليه الأسواق. الخطر الثاني المخاوف. الخطر الثاني كمان حسابيا هو الخوف بالنسبة لنسب النمو التي سيشهدها الاقتصاد الإيطالي في ظل حالة عدم اليقين وتزايد المخاطر يعني في إيطاليا نفسها وفي الاقتصاد الأوروبي بشكل عام والعالمي. يعني نحن حساباتنا هي لاستدامة هذا الدين مبنية على أساس نمو اقتصادي بين 1 إلى 1.2. اليوم يعني كل المؤشرات التي تخرج عن الاقتصادات الأوروبية تفرجي أنه أو تشهد انخفاضا لهذا النمو الذي قد يتأثر فيه الاقتصاد الإيطالي سلبا. نعم. وهذا عامل آخر سيكون سلبيا لدينامية هذا الدين، لقلب دينامية هذا الدين والتأثير على ثقة المستثمرين. كارينا أعود إليك. اليوم فحص لشهية المستثمر، اليوم هناك بيع لسندات خزينة إيطالية. بالفعل لارا، وهذا المزاد لبيع سندات خزانة بقيمة 5 مليارات يورو سوف يكون مؤشر هام جدا لثقة المستثمرين خاصة في ظل الأوضاع الحالية. نحن بانتظار تفاصيل هذه المزادات من حيث نسبة الفائدة التي سوف يطلبها المستثمر، وأيضا من حيث إقبال المستثمرين على مثل هذه الطروحات من الحكومة. أيضا لارا، هناك عددا من الأحداث المهمة في الأيام القادمة. غدا الجمعة سوف يتم التصويت في السنت الإيطالي في البرلمان على حزمة إجراءات تقشفية إضافية. نعم. فرضتها الجهات الأوروبية إضافة إلى خطة الإنقاذ السابقة. يوم السبت سوف يكون هناك تصويت نهائي أيضا، ولا شك طبعا أيضا أن هناك المدققين لارا من الجهات الدائنة من الـ IMF وأيضا من الاتحاد الأوروبي في روما الآن يحاولون الاستطلاع على حسابات الحكومة الإيطالية وأيضا جبر إلى حد ما الحكومة الإيطالية على إقرار وتنفيذ كل هذه الخطط التقشفية. عليا أعود إليك. الآن المخاوف حول الوضع في إيطاليا، لأن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا، بالتالي الكثير يتحدث بأنه صندوق الاستقرار المالي غير كافي أبدا لإنقاذ إيطاليا. ما هي الخيارات الآن أمام ثامن أكبر اقتصاد في العالم حتى؟ يعني بالفعل الخيارات لارا ليست كثيرة، وهذا ما يعني أردنا التركيز عليه في هذا التقرير، لأنه كما نعرف أنه الصندوق الاستقرار المالي الأوروبي لديه الآن حوالي 250 مليار، وحتى توسيعه يعني عملية توسيعه ستأخذ وقتا وستكون أيضا غير كافية إذا بدي أقول لاحتضان الكميات التي تحدثت عنها كارينا بما يخص استحقاقات الدين الإيطالي. فنحن برأينا أنه يعني اللجوء إلى صندوق الاستقرار المالي هو غير كافي. وقد رأينا أيضا أنه الحكومة الإيطالية رفضت أنه عونا من الصندوق النقد الدولي، وحتى صندوق النقد الدولي ما عنده هالفاير باور اللي نسميها، ليس لديه كل الإمكانيات لتركيزها فقط على إيطاليا. نحن نرى أنه الملاذ الأخير والأساسي والضروري هو يعني شيئين. أولا الشروع وبشكل سريع بعد يعني استتباب الوضع الحكومي بشروع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية على المستوى المالي، على مستوى إصلاحات أسواق العمل، على مستوى كمان فتح بعض القطاعات والخصخصة. ولكن هذا لن يكون كافي، سيأخذ وقتا لتنفيذ الإصلاحات. في المدى القصير هناك ضرورة لتدخل البنك المركزي الأوروبي، وهو هي المؤسسة الوحيدة التي لديها البالانس شيت أو الأصول اللازمة لتخفيف المخاطر ولي
يعني الحد من تدهور الثقة بقدرة الأوروبيين والقادة السياسيين على إيجاد حل لمشكلة الاقتصاد الإيطالي. للأسف عاليا انتهى وقتنا، كنت أود أن أسألكم عن تداعيات ذلك على المنطقة ومواضيع أخرى. كارينا كانت تحضر لنا من هن البوند هولدرز أو حملة سندات الديون الإيطالية. على كل كارينا أنت تعودين معنا في برنامج الأسواق العربية، وشكرا لك عليا أمبايد كبيرة الاقتصاديين لدى باركليز كابيتال. إذا مشاهدينا وقفة مع فاصل، نتابع من بعده أيضا في نبض السوق توقعات بتباطؤ النشاط.